ودلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا لميا حمدين ونروح نتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة والمحافظات، وقبلها نسألها سؤال الحلقة ونعرف ذكرياتها مع معرض الكتاب. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير عليك شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أخبار معرض الكتاب معاكي إيه وأنت صغيرة وأنت كبيرة؟ هقول لك على حاجة، يعني على مدار ال10 سنين اللي فاتت أنا كان حظي إن أنا بنزل تغطيات في معرض الكتاب، وكنت بشوف الحقيقة زي ما شاذلي قال إنه كل سنة بيبقى فيه تطور وفي حاجات كتير مختلفة. زمان كان في مشكلة مثلا في الناس اللي بتيجي من الأقاليم والمحافظات المختلفة، عملوا لهم خطوط باصات بتستناهم في محطات معينة وبيتم الإعلان عنها. لقيت في كمان ندوات للكتاب والناشرين، كل واحد بيتكلم عن المعروضات بتاعته والكتب بتاعته، بتلاقي جنسيات كتيرة جدا مختلفة وكل واحد عارف هو رايح فين بالظبط، وفي ناس بتوجهك بتبقى موجوده بس عشان تساليهم انا عاوزه اروح للمتطوعين طبعا موجودين في كل دوره. يعني وفي طبعا حاجات كويسه قوي للاطفال، فعاليات حلوه جدا ليهم زي ما قلتي من شويه، في اراجوز وفي كمان اكتيفيتي كده للاطفال عشان تسليهم على مدار اليوم. في ناس كنت بشوفهم بيروحوا على سبيل انها رحله، احنا رايحين نتمشى رايحين نتفسح، وفي ناس بتبقى حريصه بشكل يعني كبير جدا ان هي هتقرا النهارده كذا او هتشتري الكتب، وطبعا بيبقى فيه عروض كويسه قوي على اسعار الكتب وكتب كتير جدا. فالواحد بقى طول ما انا بحضر الفعاليات دي، بعد بقى ما المعرض بيخلص والمؤتمرات والندوات دي بتخلص، خلاص انا مترجته انا هشتري كتاب ايه المره دي واقراه السنه دي. خدت لفه؟ خدت لفتي واستفدت بكل حاجه، بعد كده بختار الحاجه اللي انا محتاجه اقراها.